أورشليم في مدينة أورشليم. حلو. طيب فين خلقدونيا دي دلوقتي؟ فين خلقدونيا دي دلوقتي؟ جنب اسطنبول، جنب اسطنبول. وكل المجامع الثلاثة الكبار اللي الكنيسة بتؤمن بيهم بتاعتنا كلهم في الحتة بتاعت القسطنطينية. القسطنطينية دي اللي هي دلوقتي اسطنبول، كانت الحتة دي كرسي كبير للكنيسة، بس طبعا جمل في التاريخ يعني الأتراك دخلوا والدنيا بقى هناك يعني باظت شوية. خلاص. طيب يبقى مجمع خلقدونيا، عرفنا يعني ايه مجمع خلقدونيا. ايه بقى مشكلة او خطورة مجمع خلقدونيا؟ طيب نمشي خطوة تانية. مجمع خلقدونيا ده كان سنة كام؟ 451. 451. طيب ده اللي هنتكلم عليه النهاردة، ومنه هنطلع لمواضيع كتيرة، ونفسي اللي عنده سؤال في الحاجات دي يبقى ايه يسألني فيها. اول حاجة قبل ما نتكلم يعني ايه ارثوذكس، يعني ايه كاثوليك، لان مجمع خلقدونيا ده كان بداية المشاكل يا دكتورة ساندي. مجمع خلقدونيا ده كان بداية المشاكل، بداية الانشقاق الاولاني اللي طلع منه بعد كده كنايس مختلفة. فاحنا دلوقتي بنقعد نسمع ارثوذكس، كاثوليك، بروتستانت، شهود يهوة، ادفانتست، سبتيين، يعني ايه بقى الكلام ده؟ ده هنعرفه، ده هدف المحاضرة. بس عشان نعرف معنى الكلام، أرثوذكس يعني الرأي الحق أو الرأي المستقيم، ده معنى الكلمة. كاثوليك أو كاثوليك يعني معناها عام أو عالمي أو جامعة، يعني كنيسة جامعة. بروتستانت يعني المحتجين، المحتجين. كنتوا تشوفوا في الأيام ثورة 11 يعني اللي يقول لك البروتسترز، صح؟ تمام. يعني هي من الاحتجاج، بروتستانت يعني المحتجين او المعارضين او كده. بعد كده في الادفانتست السبتيين وشهود يهوة، دول احنا ما بنعتبرهمش مسيحيين اساسا. مدرسة الادفانتست اللي هنا، الادفانتست وشهود يهوة والسبتيين، دول مش طوائف مسيحية، يعني احنا مش بنعتبرهم مسيحيين، وهنعرف بعد شوية ليه. ما احنا اللي بنعتبرهم مسيحيين هم الارثوذكس، الكاثوليك، البروتستانت، اللي هم هنحطها بس الاول بين قوسين، بيؤمنوا بقانون الايمان. يبقى احنا اللي بنعتبرهم مسيحيين اللي بيؤمنوا بقانون الايمان، اللي هو بالحقيقة نؤمن بإله واحد، مع ان في ناس غيرت فيه حتت وبتاع، وفي ناس ما بتكملوش، بس مبدئيا بنعتبر الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت هم المسيحيين. الشهود يهوة والادفانتست والسبتيين وكده، دول مش مسيحيين. ايه؟ لا بيتكتب ده حاجة تانية، مش مشكلة، لان دي كانت العاب سياسية وقت السادات. ما كان مسافر كامب ديفيد، كان شهود يهوة دي والسبتيين والحاجات دول عملوا له هيصة عشان يسمح لهم يبنوا كنيسة في مصر وكده. هم بيقولوا عن نفسهم مسيحيين، بس احنا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنائس التانية بتبص لهم على انهم مش مسيحيين. طيب سيبك من اول هرطقة وتخش في الموضوع على طول. في ثلاث مجامع كبار، في ثلاث مجامع كبار، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هي بس اللي يعني كنيستنا القبطية الأرثوذكسية بتأمن بالثلاث مجامع دول بس. طيب نمشي خطوة لورا. هو ليه المجمع كان بيتعمل؟ ليه المجمع كان بيتعمل؟ بدعة. بالظبط. يعني واحد تطلع في مخه كده فكرة يبتدي ينشرها، يقولوا له تعالى يا بابا هنا، ايه اللي انت بتقوله ده؟ اللي انت بتقوله ده غلط. يقعدوا بقى يقنعوه ويفهموه ويروحوا ويدوا معاه وكده، وبعدين يقنعوه ان هو غلط، وبعدين بتكون نتيجة المجمع ده غالبا حرمان الشخص ده او قطعه من الايه؟ او حرمانه من الكنيسة. فاول بدعة طلعت اللي هي ايه؟ في مجمع نيقيا. مجمع نيقيا بدعة اريوس اللي هو انكر لاهوت السيد المسيح، قال المسيح مش ربنا ومش من طبيعة الاب. تاني مجمع خدتوا انتوا الحاجات دي، مجمع القسطنطينية، تمام، انكر لاهوت الروح القدس، قال الروح القدس مش ربنا،
احنا بنؤمن بايه؟ لو انت واحد سألك احنا بنؤمن بايه؟ يا ثالوث في ايه؟ واحد. بنؤمن ان الله الاب، الله الابن، الله الروح القدس، الثلاثة دول ايه؟ واحد، اله واحد. تمام؟ هو انكر لاهوت الروح القدس، قال الروح القدس ده مش ايه؟ مش ربنا، مش اله. بعد كده مجمع افسس الاول، او مجمع اللي بيقولوا عليه مجمع افسس، ناقشوا بدعة اسمها بدعة نسطور. نسطور ده قال ايه؟ تمام، قال ايه؟ في طبيعتين او اقنومين، ان المسيح كان ايه؟ اله وانسان، والطبيعتين دول مش متحدين مع بعض على طول. تمام؟ نسطور. واللي تلاقوا بقى المشكلة الكبيرة ان كل الهرطقة دول جايين من جوه الكنيسة. يعني كل الهرطقة دول طالعين من جوه الكنيسة. يعني مثلا اريوس كان ايه؟ كان كاهن. اريوس كان كاهن، كاهن قبطي، وكان في اسكندرية. هو اصلا ليبي بس يعني كان موجود في اسكندرية. نسطور ده كان ايه؟ بطرك. بطرك يعني بطرك هو اللي عمل القصة دي. لكن كنيسة قوتها ان هي كنيسة زي ما بيقولوا كنيسة مجمعية، يعني اللي يغلط نجي المجمع يجتمع، وبصرف النظر عن رتبته يحكموه. غير مثلا كنيسة تانية زي الكنيسة الكاثوليكية في وقت معين كان عندهم حاجة اسمها عصمة البابا، ان البابا ده يعني ما بيغلطش وكده. خلاص؟ فمهما كانت الرتبة، مهما كان مين في الكنيسة غلط، يعملوا له مجمع. وبعدين نسطور ده بقى ايه؟ اتنفى فين؟ نفوه فين؟ مصر. جابوه هنا في الصعيد، وعارفين ان الصعيد بقى هم اللي ايه هيظبطوه يعني. تمام؟ طيب السلايد اللي بعدها كده. طيب ده ملخص مجمع نقية. انا بس عايز من هنا افكركم بحاجة اللي هي عدد الأساقفة، عشان الحاجات دي هتجيلكم في الامتحان. السنة وعدد الأساقفة، كم واحد اجتمع في نقية؟ 318. 318 بنقول في القداس الحتة دي في كذا حتة. في تحليل الخدام أبونا في اللي يطلع يقول إيه؟ من فم أبينا، من فم، ويقول إيه؟ ال 318 المجتمعين بنقية، وال 150 بالقسطنطينية، وال 200 بأفسس. تمام؟ فإحنا دول بنذكرهم في حتة كمان فين؟ في المجمع. في المجمع أبونا هو بيصلي المجمع، بنذكر الناس دول. كويس؟ فمجمع نقية، عدد الأساقفة، وسنة كام، والسبب البدعة، كل ده احنا قلناه واحنا شغالين. انا كل ده مقدمة، لسه ما دخلتش في مجمع خلقدوني. مجمع أفسس، سوري، مجمع قسطنطينية، 150 أسقف، والايه؟ وبدعة الروح القدس مش الله. مجمع أفسس كانت البدعة الطبيعتين بتاعت السيد المسيح، ورفض كلمة ان العذراء والدة الإله. والدة الإله رفضها نسطور. مش مهم تصوري، بيتبعت لكم على الجروب السلايدز دي كلها. كويس؟ بعد كده حرم نسطور. بعد كده بقى هتلاقوا في السلايد دي البابا كرولوس عمود الدين، او البابا كرولوس الكبير، عمل اللي هو كان ترتيبه 24، عمل حاجة اسمها الحرمات الـ12. يعني لخص قصة المسيحية ان اي حد يعمل حاجة من الحاجات دي الـ12 دول يبقى محروم، ما يبقاش مسيحي. فالحرمات الـ12 دي هتلاقوها في السلايد عندكم بالتفصيل. الحرمات الـ12 اللي يعملها يبقى محروم من الكنيسة ومقطوع من الكنيسة، ما يبقاش تبع الكنيسة. مهم الامور مشيت والدنيا استقرت وخلاص والدنيا تمام. تمام، الدنيا كويسة وتمام، والمسيحية واحدة وكل حاجة تمام وكل حاجة مظبوطة. لكن برضو الشيطان ما يسكتش، يبتدي ايه؟ يطلع بدع تانية. يطلع ايه؟ بدع تانية. طلع واحد بعد كده اسمه ايه؟ أطاخي. طلع ايه؟ واحد اسمه ايه؟ أطاخي. أطاخي ده عمل ايه؟ عمل عكس اللي خالص اللي بيقوله نسطور. قال ان الطبيعة البشرية تلاشت او دابت في الطبيعة اللاهوتية.
وكأن المسيح ملوش ما عندوش طبيعتين في طبيعة واحدة، لا عنده ان الطبيعة اللاهوتية طغت عليها والطبيعة الناسوتية دي دابت فيها ما بقتش موجود. تمام؟ فطلع أطاخي قال الكلام ده، وابتدى أطاخي يقول البدعة بتاعته دي، فعملوا له مجمع اسمه مجمع أفسس الثاني، وردوا على البدعة بتاعته لغاية ما هو نفسه أقر ومضى ان هو ايه فاهم الأمور كويس وكل حاجة ايه تمام. برضو لغاية هنا مجمع أفسس الثاني ده كان سنة 449، يعني ما قبل مجمع الخلقدونية ب 62 سنة، وخلاص برضو الدنيا مستقرة والعالم كله كنيسة واحدة. اوكي كنيسة واحدة، بس ايه كراسي بطاركة مختلفة، يعني في كرسي في اسكندرية، كرسي في القسطنطينية، كرسي في نعم روما، اسكندرية، قسطنطينية، واسكندرية ايه وورشليم، وفي واحد تاني اللي هو في انطاكيا. اوكي في بابوات مختلفة وبطاركة مختلفين، بس الكنيسة واحدة وكلنا ايه نفس الايمان، كنيسة واحدة وكلنا نفس الايمان. برضو الشيطان وعدو الخير ما مش عاجبه الكلام ده، يبتدي ايه الناس كان عندهم مشكلة اللي هم مين النصاطرة اللي هم اقتنعوا بكلام نسطور، اظهروا شوية ان هم يعني ايه رجعوا في معتقداتهم، وان هم تابوا عن اللي بيقولوه، وان هم موافقين، في حين ان هم جواهم ما كانوش مقتنعين بالكلام ده. فابتدوا بقى ايه تحصل ايه مشكلة، ابتدوا يلعبوا في دماغ الامبراطور والامبراطورة، والامبراطور والامبراطورة دول كان ليهم دخل في الحاجات الدينية جامد، يعني هم يعني امبراطور ومسيحي والعالم كله معاه، فالكنيسة برضو مهتم بيها. وابتدوا برضو يلعبوا في دماغ اسقف روما اللي هو اسمه لاون. مشكلة كمان ان لاون ده كان غيران جدا من كرسي اسكندرية، غيران جدا منين؟ من بطاركة اسكندرية. ليه؟ هو كان بيبص ان بطاركة اسكندرية هم اللي بيتصدروا المشهد في كل المجامع، تلاقي مثلا مجمع نقية اللي تصدر المشهد فيه مين؟ البابا أثناسيوس، وهو اللي عمل صياغة قانون الإيمان. مجمع القسطنطينية البابا تيموساوس، مجمع أفسس البابا كرولوس عمود الدين وعمل الحرمات وكده. طب ايه بقى اسكندرية دي؟ ده احنا روما اللي احنا محتلين العالم كله، ده المفروض اسكندرية دي تبعنا. ايه بقى حكاية الاسكندرانية المصريين دول اللي هم جم في مجمع نقية حطوا التقويم الأبقطي وحطوا مواعيد عيد الميلاد وعيد القيامة، وايه بقى ان لما نعوز نعرف عيد القيامة لازم بابا اسكندرية هو اللي يبلغنا كل سنة عيد القيامة ميعاده ايه؟ ايه الحكاية دي؟ ابقى انا بابا روما وهم اللي ماشييني؟ فكان فيها حتة برضو ايه حتة ايه غيرة وحتة نفسية كده مع من بابا روما اللي هو لاون ده كويس. بلس انه ايه كان فيه برضو النصاطرة، زائد برضو ان الامبراطورة كانت يعني ايه فيها جزء كده انها يعني كان فيه مشكلة مامتها مع قديس يوحنا ذهبي الفم، فكان بالنسبة لهم يعني ايه البابا ساعتها اللي هو البابا ديسقورس بابا اسكندرية ساعتها كان بالنسبة لهم يعني ايه كلهم كده متغاظين منه، يعني كلهم كده شايلين منه. فابتدى النصاطرة هات بقى مجمع خلقدونية. لما جت بقى اللي هي الملكة دي اسمها بوليكاريا، اتجوزت واحد اسمه ماركيان، الدنيا بقى كانت هيصة، أطاخي بيقول كلام وفي نصاطرة بيقولوا كلام عكس اللي بيقوله أطاخي، والدنيا برضو ايه هيصة. قالوا عايزين نعمل مجمع نعمل فيه بقى ايه اقرار للإيمان، اقرار لايه للإيمان، يعني نقر الإيمان المظبوط في المجمع ده. ودعوا بقى ايه مجمع مسكوني، فدعوا أسقفة من كل المسكون كويس، لدرجة هم عدد الأسقفة وصل ل 630 أسقف. طبعا لما بيقولوا مجمع ما بيبقاش بقى زي دلوقتي الأسقفة بتركب طيارة وتنزل، يقعد المجمع ده مثلا 3 سنين سنتين عشان يلموا الناس ويقعدوا حاجة، وقت يعني بتاخد وقت كويس. فالبابا ديسقورس ابتدى يعترض بيقول احنا مش محتاجين
نعمل مجمع تاني ومش محتاجين مجمع جديد، لأن الإيمان أقر وإحنا عارفين الإيمان وحافظينه وعارفين راسنا من رجلينا، مش محتاجين مجمع تاني. هما بقى كانوا إيه مبيتين النية، عايزين إيه متغاظين من البابا ديسكورس، زائد إن لاون كان ابتدى برضو يقتنع شوية أو يميل لفكر النصاطر. لاون ابتدى يميل لفكر النصاطر. المهم دعوا للمجمع واجتمعوا، وسافر البابا ديسكوروس للمجمع. المجمع دعا إليه المركيان اللي هو الإمبراطور، وكان الأول ناويين إن هم يجتمعوا في نقيا وظروف معينة والحرب وكده، غيروا المكان وراحوا فين بدل نقيا، اجتمعوا فين؟ خلق دنيا. المجمع اسمه مجمع إيه؟ خلق دنيا. كمل. بس المهم جه في المجمع، اول ما البابا ديسقورس وصل اكتشف ان في اساقفه نصاطره كتير موجوده، فابتدى برضو ايه مش ايه يا جماعه اللي جاب الناس دي وكده، فابتدوا يتكلموا ويعملوا المناقشات وكده. فابتدى لقوا ان اللاون اللي هو اسقف روما عنده ايمان شويه ناحيه النصاطره. النصاطره بيقولوا ايه؟ ان المسيح شخصين ومش متحدين على طول، وان الاقنومين وكده. فالمهم ابتدى يقول لهم انا ابائي البابا كرولوس الكبير واثناسيوس هو ايمانهم اللي انا بتكلم فيه، وطلع من هنا بحاجه اللي احنا عايزين نحفظها في ايماننا. احنا ايماننا ايه في السيد المسيح بالنسبه لطبيعه السيد المسيح؟ بنقول السيد المسيح طبيعته عباره عن ايه؟ طبيعه واحده ايه؟ طبيعة واحدة في طبيعتين. الطبيعتين متحدين في طبيعة واحدة، طبيعة واحدة في طبيعتين. خلي بالكم عشان الالفاظ اللاهوتية دي، المجمع كان بيقول ايه؟ طبيعة واحدة من طبيعتين. خلي بالكم احنا بنقول في طبيعتين. تمام؟ وبنؤمن ان المسيح اللاهوت اتحد بالناسوت، زي ما ابونا في القداس في الاعتراف بيقول ايه؟ بغير امتزاج ولا اختلاط ولا ايه تغيير. يعني اللاهوت اتحد بالناسوت، ومن ساعة ما اتحد بالناسوت هما الاتنين الطبيعتين دول اتحدوا مع بعض بقوم طبيعة واحدة. يعني الطبيعتين دول مع بعض بقوم طبيعة واحدة. والتشبيه ده اللي هما بيشبهوه بيه اللي هو التشبيه ايه؟ اتحاد الحديد بالنار. لما الحديد بيتحد بالنار بيبقى حديد ونار مع بعض. انت شايف الحديد وشايف النار، لكن ما تقدرش تفصل الحديد عن النار، ما تقدرش تفصل الحديد عن النار. عشان كده الكلمة اللي هم اتفقوا عليها سموها ايه؟ ميا فيزيس، طبيعة واحدة. طبيعة واحدة لكلمة الله المتجسد. ميا فيزيس، طبيعة واحدة. ميا فيزيس، عشان اللي احنا ما بنؤمنش بيه المونو فيزيس. ما علينا، اعرفوا بس ان هي ميا فيزيس، يعني طبيعة واحدة لكلمة الله المتجسد. طبيعة واحدة لكلمة الله المتجسد. احنا بنؤمن ان اللاهوت اتحد بالناسوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. يعني ايه؟ يعني مش حاجتين اختلطوا ببعض، او حاجتين امتزجوا ببعض، او حاجتين لما اتحدوا ببعض غيروا صفات بعض. لا، السيد المسيح انسان كامل واله كامل، لكن الطبيعتين دول متحدين ببعض بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير وغير انفصال. مش زي ما يقول ان من ساعة في بطن العذراء مريم لما قال لها الروح القدس يحل عليكي وقوة العلي تظللك، ان من اللحظة دي السيد المسيح لاهوته وناسوته مع بعض بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا انفصال، ما بيتفصلوش عن بعض، وهو طبيعة واحدة ايه؟ في طبيعتين، مش من طبيعتين. طبيعة واحدة في طبيعتين. ايوة، في مش من. هو قاله لما نقول من طبيعتين كأننا بنقول ان ممكن تفصل الطبيعتين دول عن بعض، لكن في طبيعتين هي اليوناني بتاعها يعني اوضح، بس يعني ايه مش هيوجد مكو باليوناني. فين سلوى؟ ما تقول لنا ميا فيزيس ايه؟ لا، قولي الجملة كلها. طبيعة واحدة لكلمة الله المتجسد. تعرفيهاش؟ طيب هاتيها لنا المرة الجاية.
ماشي، ميا فيزيس ومونو فيزيس. هاتي لنا بقى الجملة الأسبوع الجاي. تمام؟ طيب، الكلام كان واضح ومفهوم، الكلام كان واضح ومفهوم. المهم لاون ده عمل مختصر أو ملخص البحث بتاعه ده، أو ملخص المجمع بتاعه في حاجة اسمها توماس لاون. توماس لاون ده، عشان في ناس بتقعد تفتكر إن اسمه توماس لاون، توماس يعني بامفلت أو مذكرة أو مختصر كده. توماس لاون ده كتب فيه الاعتقاد بتاعه، وابتدى يبعته للكنايس إن احنا هو ده الإيمان اللي لازم تمشوا عليه. تفتكروا بقى مصر، المصريين هنا الأقباط وافقوا على الكلام ده؟ لا، ما وافقوش على الكلام ده. ونتيجة عدم موافقتهم على الكلام، عدم موافقتهم على الكلام ده، ابتدى يحصل اضطهاد من المسيحيين نفسهم للمسيحيين بتوع مصر، لدرجة انه انزل كمل 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 تمام. لا، في بعدها حاجة كده، لدرجة انه في السنكسار في يوم واحد من الاضطهاد استشهد 30,000، مكتوبة في السنكسار. بيتقسمت الكنيسة من اليوم ده لكنيسة خلقدونية وكنيسة غير خلقدونية. يعني كنيسة تؤمن بمجمع خلقدونية وكنيسة لا تؤمن بمجمع خلقدونية. احنا بقى مين فيهم؟ لا خلقدونيين. يبقى الكنيسة بتاعتنا لا خلقدونيين. فانقسمت الكنيسة من اليوم ده 451، اتقسمت لكنيسة اللي هو خلقدونيين وغير خلقدونيين. تمام. هم بقى اطلع فوق، هم بيتهمونا او بيتهموا الكنيسة بتاعتنا ان احنا اطخيين، عشان احنا بنقول طبيعة واحدة، من طبيعة واحدة في طبيعتين. هم يقولوا مين اللي قال طبيعة واحدة؟ اوطاخي، تبقى انتوا اوطاخيين. تمام؟ بس احنا طبعا ما قلناش كده، لان احنا مش بنؤمن باللي بيقولوا اوطاخي. احنا بنقول طبيعة واحدة في طبيعتين. اوطاخي بيقول ايه؟ طبيعة واحدة دابت فيها الطبيعة التانية. احنا بنقول الطبيعة اللاهوتية ما غطتش او لغت الناسوتية، ولا الناسوتية لغت اللاهوتية. وفي طول الوقت كان اللاهوت والناسوت متحدين مع بعض. وطاخي ما بيقولش كده. تمام؟ هي دي المية فيزيس والمونو فيزيس. انقسمت الكنيسة بعد كده لفريقين، اللي هم غير خلقدونيين اللي هي الكنائس الأرثوذكسية الشرقية، وبعدين الخلقدونيين اللي هم بقى ايه؟ الكنائس الغربية. وهنشوف بعد كده طلع منهم ايه. نتائج المجمع خلقدونيا ده نتائج صعبة علينا. طبعا اول حاجة عملوها ان هم نفوا البابا بتاعنا، البابا ديسقوروس. نفوه في جزيرة وتنيح في الجزيرة دي بعد ما كمية إهانات حصلت له، لدرجة الإمبراطورة دي ضربته بالقلم، ضربت البابا بالقلم من كتر الضربة، دروسه وقعت. وبعدين اتلم عليه العساكر وعذبوه، نتفوا وشدوا دقنه وكده، اتبهدل وودوه نفوه على ايه؟ جزيرة اتنيح فيها. وبعدين من ضمن برضو زي ما قلت لكم، في بعد كده بقى بيحصل ايه؟ في حاجة اسمها الملكانيين اللي هم تبع الملك وتبع خلقدونيا، وفي الغير خلقدونيين اللي هم. حصل حاجة بقى مهمة، بقي روما او الخلقدونيين دول يعينوا بطرك لمصر، يقوم المصريين ما يوافقوش على البطرك ده، ويختاروا هم بطرك من عندهم مش تبع الملكانيين او مش حسب ايمان الملكانيين. الموضوع ده حصل في حادثه تاريخيه كلكم عارفينها. فاكرين لما قالوا الاسلام دخل مصر وعمرو بن العاص جه، قال لك قابل مين في مصر؟ المقوقس، صح؟ مش خدتوا كده في التاريخ؟ المقوقس ده كان البابا اللي الخلقدونيين معينينه، في حين ان البابا بتاعنا بتاع الأرثوذكس اللي الكنيسة مختاراه كان هربان، اللي هو كان البابا ايه؟ البابا بنيامين. يبقى من الوقت ده ابتدى الخلقدونيين يعينوا بطرك من عندهم يبقى بطرك ووالي لمصر، وفي نفس الوقت احنا مش موافقين على اللي هم بيعملوه ده،
فبنعين بطرك احنا اللي بنختاره لكنيستنا، وبطرك الملكانيين ده يضطهد المسيحيين ويضطهد الاقباط. اشهر الناس اللي اضطهدوا في الوقت ده القديس صمويل المعترف، عارفين صمويل القديس صمويل المعترف اللي هو ما فقعوله عينه، لان هو لما جاله توماس لاون ده راح مقطعه، راحوا الجنود ضربوه على عينه، عينه راحت. غير في السنكسار الشهداء اللي استشهدوا بسبب الايمان ان هم رافضين لتوماس لاون ورافضين للقرارات مجمع خلقدوني، تمام. ففضل الموضوع ده يعني عشان تفتكروا وتربطوا في التاريخ، المقوقس ده كان البطرك الملكاني، يعني البطرك اللي معينه روما وما كانش فيه قبول من الشعب ليه. والبطرك الحقيقي او البطرك بتاع الكنيسه الارثوذكسيه كان الايه، البابا بنيامين. ده البطرك بتاعنا ده كان هربان، لما يجي يقول لك في التاريخ يقول لك عمرو بن العاص رجع البابا بنيامين لانه كان هربان. طب هو كان هربان ليه؟ ما مصر كلها كانت مسيحيين، محدش خد باله من الموضوع ده. عشان المقوقس ده اللي هو البطرك الملكاني كان بيضطهد المسيحيين الغير خلقدونيين بسبب ايمانهم، فكان البابا على طول هربان. البابا على طول ايه؟ هربان. بعد كده ابتدت الدنيا تبوظ لغايه البابا اللي هو البابا بنيامين البطرك 38 اللي انا بحكي لكم عليه ده. كمل بقى. طبعا من ضمن نتائج مجمع خلقدونيا استشهاد 30,000 في اسكندرية، دي بنقراها في السنكسار يوم 23 مصر مصر. ايه مصر دي؟ 23 مصر، 23 بس مكتوبة غلط هنا، هي باليه مصر، 23 مصر. ومنها برضو واحد من الانبا مقرات القديسين ضربوه ضربة يعني صعبة مات فيها. كمل. دي بقى اهم حتة، بس يعني اتمنى الخط يبقى اوضح شوية. اهم حاجة في درس النهاردة تاريخ الانشقاق والدنيا مشيت ازاي. امشي معايا بقى بالسهم الاول، حاول تكبر كده، قرب شوية. ايوة بصوا هنا، ايوة خليك معايا. مجمع نيقيا، القسطنطينية، افسس، خلقدونيا 451. عند 451 حصل اول انقسام. انقسام ايه؟ تعال هات بقى دي كده. الانقسام الاولاني ده ارثوذكس غير خلقدونيين اللي هم زينا، ارثوذكس غير خلقدونيين. بعد كده الارثوذكس خلقدونيين فضلوا ماشيين لغايه النقطه دي. النقطه دي انزل فيها في التاريخ كده، انزل تحت بس، لغايه سنه 1054. سنه 1054 احنا فضلنا زي ما احنا ماشيين، زي ما احنا ما اتغيرناش. اللي هم اللخ القدونيين دول ما حصلش فيهم اي تغيير. الخلقدونيين بقى نفسهم اطلع يا ايوه، جم هنا عند سنة 1054. عند 1054 اتقسموا حتتين، روم ارثوذكس وكاثوليك. يبقى عند 1054 الكنائس الخلقدونية اتقسمت لروم ارثوذكس وكاثوليك. مين اشهر ناس في الروم الارثوذكس؟ اليونان، اللي هو البطرك اللي بيجي في عيد القيامة اللي هم الروم الارثوذكس. وطلع اتقسموا هم الاثنين، طلع منهم الكاثوليك بقى اللي هو بطرك روما. يبقى بعد 451 كنا مقسومين اثنين، 1054 الكنيسة الخلقدونية اتقسمت اثنين تاني اللي هم الكاثوليك والايه والروم الارثوذكس. بعد كده الكاثوليك نفسهم اتقسموا تاني، الكاثوليك نفسهم اتقسموا تاني. فين؟ سنة 1521 طلعت منهم كنيسة انجلترا. انجلترا بقى دي يجي مرة نعمل فيها كلمة لوحدها، عملت كنيسة على مزاجها كده، ميكس بين الكاثوليك والبروتستانت، وسموها الكنيسة الانجليكانية او الكنيسة الاسقفية. ودول بتلاقيهم برضو ساعات يحضروا معانا اللي هو في مجلس كنايس مصر، يحضروا معانا اللي هم يقولوا عليها الكنيسة الانجليكانية او الكنيسة الاسقفية، تمام. وبعد كده بقى الضربة الكبيرة، الضربة الكبيرة 1521 لما طلع ايه بقى؟ البروتستانت. يبقى البروتستانت طلعوا من الكاثوليك، يعني الكاثوليك يعني الاول كنيسة لخ القدونية طلع منها الكاثوليك والروم الارثوذكس،
بعدين الكاثوليك نفسهم اتقسموا ثلاثة، اتقسموا الكاثوليك بتوع روما، الكنيسة الأنجليكانية بتاعت إنجلترا اللي هم، حد شاف حفلة تنصيب الملك تشارلز؟ شفت هم دول اللي بينصبوه. وبعدين طلع منهم بعد كده البروتستانت. البروتستانت بقى كان مارتن لوثر 1521 كاثوليك بقى، ابتدوا يعملوا ايه حاجات صعبة، منها مش عارف سمعتوا عليها ولا لا، صكوك الغفران، حاجات كتير. عارفين يعني ايه صكوك الغفران؟ ايه؟ ان انت تدفع فلوس عشان خطيتك تتغفر، او تدفع فلوس عشان تشتري حتة في الجنة، او تدفع فلوس عشان تشتري حتة في النار. طبعا كل الحاجات دي حاجات كتير، هما كانوا مشغولين ان هو عايز يلم فلوس، كان عايز يبني الكنيسة، عايز يبني الكنيسة اللي هي بتاعت الكنيسة الكبيرة اللي في روما، بتاعت اللي بيقولوا عليها اللي فيها بتاعت البابا بطرس دي، كان محتاج كتيرة، فابتدى يطلع القصص دي عشان يلم بيها فلوس. جه مارتن لوثر ده كان راهب كاثوليكي في ألمانيا، ما عجبوش الكلام ده، فعمل الفئة اللي هم البروتستانت او المعترضين على كلام الكنيسة الكاثوليكية. وبعد كده بقى جه واحد بعديه اسمه كالفن وبتاع، المهم ايه، لغوا كل الاسرار ولغوا الكهنوت ولغوا التناول، وبقت الكنيسة اللي احنا اللي بنشوفها بتاعت البروتستانت. لكن في الاساس هو كان ايه، راهب كاثوليكي، وعمل ثورة على الايه، الكنيسة الكاثوليكية، بسبب الحاجات اللي عملتها الكنيسة الكاثوليكية. بعد كده البروتستانت نفسهم ابتدوا هم نفسهم يتقسموا بقى طوائف كتيرة جوه البروتستانت. يعني حتى البروتستانت في مصر كده، يعني اللي بيجي في التلفزيون مثلا لما بتشوفوا القس سامح موريس والكلام دول، ده طائفة من البروتستانت اسمها الكنيسة المشيخية، دي تبع كالفن مش تبع حتى مارتن لوثر. وفي كنائس تانية بروتستانت في مصر مش متفقة مع الكنيسة البروتستانت، يعني مش كل البروتستانت سامح موريس واللي بتشوفوهم في قصر الدبارة والحاجات دول، ده طوائف كتيرة جوه الايه، جوه البروتستانت. تمام. طلع بعد كده بقى من دول شهود يهوى والادفانتست، دول بقى ايه، حودوا خالص خالص لدرجة ان احنا ما بنعترفش بيهم كطوائف مسيحية اصلا. موضوع كبير، زهقت يا اندرو؟ طيب كمل، سيب دي مش مهم. برضه عشان تبقوا عارفين، كنيستنا بتؤمن بثلاث مجامع بس، اللي هم نيقيا وافسس وايه، والقسطنطينيه، او نيقيا الكنيسه الشرقيه او الروم الارثوذكس بيؤمنوا بالمجامع دي. الكاثوليك بقى عندهم مجامع كتيره، اكتر من 20 مجمع بيؤمنوا بيه. كمل. طيب مين الكنايس اللي متفقه معانا اللي ينفع نتناول معاها عندهم؟ اللي هم اللاخا القدونيين، احنا الكنيسة القبطية، اثيوبيا، اريتريا، انطاكيا اللي هي سوريا، اللي هم السوريان الارثوذكس، والهند وارمينيا. كل دول ليهم نفس الايمان بتاعنا زينا بالظبط، ينفع نتناول عندهم، ينفع هم يتناولوا عندنا، مفيش معانا معاهم اي مشكلة. كمل. في بقى الكنائس الشرقية اللي هم الروم الارثوذكس، دي ليهم في مصر وموجودين في قسطنطينية وأورشليم وروسيا واليونان ورومانيا و14 كنيسة تاني. طيب ايه اللي حصل بقى؟ بنسمع الايام دي القداسة البابا تواضروس هناك، راح روما وراح تاني من 10 سنين، والبابا شنودة راح سنة 73، وبنسمع عن حاجة اسمها الحوارات المسكونية، بنسمع عن حاجة اسمها ايه؟ الحوارات المسكونية. ايه هي الحوارات المسكونية دي؟ ان احنا ممثلين عن الكنائس بيقعدوا مع بعض ويراجعوا مع بعض عشان يوصلوا لصيغة واحدة للإيمان. الموضوع ده ابتدى من زمان، من الستينات، وكمل عليه البابا شنودة لما بقي بابا سنة 73، سافر الفاتيكان، وكان في دير الأنبا بشوي اول من المرات اللي قعدوا فيها وعملوا الاتفاقية، مضوا على الاتفاقية، كانت بيننا وبين الروم الارثوذكس الشرقيين، لان دول اقرب ناس لينا، اللي هم بتوع روما وصربيا ورومانيا وبتاع والكلام ده.
اتفقوا فيها ان هم الاتفاق هم اقتنعوا بكلامنا ان احنا اللي هي المية فيزيس وطبيعة واحدة لكلمة الله المتجسد، وعملوا اتفاقية وتمام وخلاص بينا احنا الكنيستين مع بعض. بس الاتفاقية دي خلصت سنة 90، ما دخلتش بقى الحيز التنفيذ نتيجة ان مش كل ال 14 كنيسة بتوعهم مضوا على الاتفاقية، في كنايس مضت وكنايس ما مضتش، فطبعا ما كملتش الاتفاقية. كان مع الكاثوليك برضو نفس الكلام، ان احنا ابتدينا مع الكاثوليك وكنا ماشيين الامور ماشية في بروجرس كويس يعني وماشيين تمام، يعني هو مش كبرياء بس الاتفاقات كلها بتيجي ان هم بيقروا بايمان الكنيسة الارثوذكسية، يعني احنا كنيستنا ما تنزلتش عن اي حاجة، ما غيرتش باي حاجة. كل اللي كان بيحصل ان كان الاساقفة بتوعنا واللي بيتكلموا في المناقشات دي بيقنعوهم بيفكروهم بيعلموهم، فما كانش احنا ما غيرناش اي حاجة. وكان الاتفاق مع الكاثوليك ماشي كويس جدا. الكاثوليك عندهم مشكلة اكبرها يعني اللي هي مشكلة انبثاق الروح القدس. احنا بنقول في قانون الايمان منبثق من الاب، هم يقولوا ايه؟ منبثق من الاب والابن، مع ان الايات في الانجيل واضحة ان الروح القدس منبثق من الاب. المهم يعني الاتفاقيات كانت ماشية كويس والدنيا ماشية كويس لغاية ما الكاثوليك عملوا حاجة هدت الاتفاقية دي. ايه هي؟ ان هم راحوا اتعملوا اتفاقية مع كنيسة في العراق اللي هي كنيسة اشور، والكنيسة الاشورية دي كنيسة نصطرة. يعني هم بالنسبة لهم عندهم اعتقاد وفكر نسطور، فاحنا قلنا لهم يا جماعة ازاي تتفقوا مع دول؟ دول نصطرة، تتفقوا معهم ازاي؟ احنا متفقين. ومن عند اللحظة دي فك الامور رجعت لورا تاني وما كملناش بقية الاتفاقية. في محاولات للحوارات المسكونية للاتفاق، لكن الامور يعني مش سهلة وفيها حاجات كتيرة وفيها فاكتورز كتيرة يعني في الموضوع، مش سهلة يعني الامور. طبعا قداسة البابا طوادروس والكنيسة بنحاول على طول في المواضيع دي، وربنا يسهل يعني، ما نعرفش الايام دي ولا بعدين هنوصل للوحدة دي يعني. ده موضوع الانبثاق اللي قلت لكم عليه. دي شوية حاجات كده مشهورة بيننا وبين الكاثوليك. برضو عندهم بدعة اسمها المطهر، مش عارف سمعتوا عليها ولا لا. المطهر دي ان ايه؟ كل واحد قبل ما بعد ما يموت لو كان عنده شوية خطايا يقعد في حتة كده انترميديت متوسطة يتعذب شوية عشان يتطهر من خطاياه وبعدين يخش السماء. طبعا احنا ما نؤمنش بالكلام ده. عندهم برضو حاجة ان البابا عصمة البابا، ان البابا ده ما بيغلطش يعني. عندهم حاجات كتيرة يعني، هم برضو ايه واخدين اكستريم ناحية العذراء. عندهم برضو بدعة اسمها الحبل بلا دنس، ان العذراء ما ورثتش خطية ادم. يعني هم يعني العذراء احنا كده الكاثوليك واخدين اكستريم يمين والبروتستانت واخدين اكستريم الناحية التانية شمال. يعني البروتستانت ما يكرموش العذراء، الكاثوليك بقى بيكرموا بزياده لغايه ان هم يعني ايه انحرفوا في جامد يعني في ايه يعني. دول حودوا يمين قوي ودول حودوا شمال قوي. تمام. عندهم برضو حاجه من عندهم اسمها زوائد القديسين، ان كل قديس عنده فضائل زياده فممكن يديك شويه من عنده عشان انت لو ناقصك حاجه يكملها لك. في كتاب للبابا كده وكتب للبابا عن في كتاب اسمه المطهر بابا شنودة يعني، وفي كتب عن البدع والمشاكل يعني بتاعت الكاثوليك. احنا ما بنقولش الكلام ده عشان احنا بنكرههم، لا احنا بنحبهم والمحبة موجودة، لكن انتوا اعداد خدام لازم تبقوا فاهمين كويس انتوا مين وايه وفين. تمام. احنا ما فيش جواز لغاية دلوقتي بيننا وبين الكاثوليك. تيجي واحدة بنت لأبونا واد عجبني وزي الفل بس كاثوليك، مش هينفع، لازم يتعمد. وبولد برضو عجبه بنت، لا مش هينفع برضو، لازم تتعمد. مفيش لسه ما اتفقناش ان الامور دي تخلص، مفيش تناول، ما بنتناولش عند بعض لسه. تمام. فلما نتفق هنبقى نعمل الكلام ده، لما نتفق هنبقى نعمل الكلام ده. خلاص.
هقف على كده عشان استاذ فيكتور جه وهيموتني. فين استاذ فيكتور؟